اقول حضرتك هو الشيخ زايد اخرني فيه شويه، والتاخير ده كان ليه اسبابه يعني. يعني هو كان في مخطط، اللي هو المخطط نفسه اللي بيتم اعتماده كان قبل كده، كان اللي تنفذ غير مختلف عن المخطط، ممكن يكون ليها اسباب معينه يعني. ده كان قبل ما نيجي، ودي وقعتكم في مشكله في التراخيص. بالظبط، كان ليها غرامه وكده، فتجاوزنا الحمد لله مؤخرا الكلام دوت، اتسددت الغرامات وتسوي. ده اللي عطل الدنيا شويه في وحاليا بقى جاري تنفيذ مجمع الاسكواش اللي بيضم 8 ملاعب، صاله الكاراتيه، صاله الجمباز، مبنى. احنا في جوله في الشيخ زايد دلوقتي. ده الشيخ زايد. تمام. والمسجد ومناطق جلوس الاعضاء، كل ده اللي هي المراحل ان شاء الله اللي هو حاليا بتبدا تتنفذ. طبعا تم الانتهاء من مجمع البنوك اللي حضرتك كنا بتتداوله، وبرده الحمد لله اتعملت بالشفافيه المطلقه. بثلاث بنوك وطنيه. ثلاث بنوك، البنك الاهلي ومصر والقاهره، واعلنا عنها. دي اول مره. دي لفتت نظري جدا. 100 مليون جنيه. يعني ثلاث بنوك. دفع 50% والباقي على 3 سنين. ثلاث بنوك يتنافسوا يشتغلوا جوه فرع النادي. دي برضه بتاكد لحضرتك دي بتؤكد على مدى ثقتهم بالظبط في النادي الاهلي. في القدره الاقتصاديه ومستوى التردد بتاع الاعضاء. بتاع الاعضاء في النادي. اللي هيبقى كثيف يعني. يعني دي اول مره. وفي شهر عقاري المفروض ملحق بالبنوك بيتم اعداده حاليا. برضه. بحيث يبقى الخدمه متكامله لعضو النادي. يعني خارج من البنك عنده كمان شهر عقاري. هنطور الشهر عقاري. او شهر عقاري يخش البنك. هرجع للجزيره معلش سؤال بقى شخصي. هنطور الشارع العقاري في الجزيره. من ضمن برضه الخطه اللي هي دي مهمه جدا. للامان، لان الحقيقه الضغط عليه جامد. ومكانه اصبح محتاج يعني يتعمل بشكل اكثر راحه للاعضاء. ده بنك القاهره توقيع ومجمع صلاه بتاع الشيخ زايد. ابتدينا فيه. ده من ضمن اللي حضرتك قلت عليه، اللي هو بيقول حضرتك عليه، اللي هو عندك مجمع الاسكواش ده فيه 8 ملاعب، وفي صاله الكاراتيه 8 ملاعب سكواش. 8 ملاعب. ما شاء الله. وصاله كاراتيه وجمباز والمبنى الاجتماعي والمسجد، وفي مناطق كل صالات الالعاب. والشيخ زايد ما فيهوش مشكله للركنه بالنسبه للسيارات. لا لا، ده احنا الحمد لله يعني في ركنه جوه النادي حتى. بالظبط. طيب